نلاحظوا أنه أبطالنا في كل ألعاب ذات طابع أولمبي استقبلوا من سيادة رئيس الجمهورية وقدر ما لهم الدعم المعنوي والمادي. كذلك لاحظت على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك مرافقة دائمة وتشجيع دائم لكل أبطالنا في كل اختصاصات. هذا بذاته دعم ليس له ثمن، والرياضيين كلهم عازمون على تقديم أحسن ما لديهم من أجل إسعاد السيد رئيس الجمهورية. تكلمت فيما يخص حفل الافتتاح. السيد رئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من طرف اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية وله كل الصلاحيات، وهذا الأمر يخص مصالح رئاسة الجمهورية من المشاركة من عدمها.